على ذكر فكرة المظلومية والمؤامرة، متابعين انتوا كل الضغط اللي حاصل على اتحاد الكورة، واحمد مجاهد الاهلاوي، احمد مجاهد هو اللي ضغط الجدول، احمد مجاهد عايز يوقع الزمالك، احمد مجاهد حط جدول مضغوط لنادي الزمالك علشان يخدم النادي الاهلي، كل شوية احمد مجاهد والاهلي واللي بيعمله في الزمالك. تحسوا انه اتحاد الكورة ده ما وراهوش حاجة الا ظلم الزمالك ومجاملة الاهلي. طب ده حقيقة؟ الاستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك كان امبارح ضيف قناة تايم سبورت، اتكلم في جزئية هل اتحاد الكرة الحالي برئاسة احمد مجاهد ظالم الزمالك، بيجامل الاهلي، متعنت في الجدول وضغط المباريات ضد الزمالك والزام عليه لازم يلعب زي ما بنسمع. نشوف الاستاذ حسين لبيب. بسيطة جدا، ان يعني بجد المهندس احمد مجاهد انا شايفه بالنسبة لنادي الزمالك لم يتأخر في طلب لنادي الزمالك نيابة عن اتحاد الكورة، دي نمرة واحد. اما بيبقى في مباريات زي اللي كل الناس بتقولها، برضو انا احب ابقى واضح وبوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبسط ومين مش هينبسط، بس دي حقيقه او فاكت لازم اقولها، ان مثلا في حكايه اما كان في مباريات مضغوطه لنادي الزمالك، لا احنا اتسالنا واحنا بالتالي سالنا المدير الفني بتاعنا وكان رايه ان انا اكمل المباريات. طبعا كل من يعني احترامي للجماهير منقطع النظير، بس هو بيبص لها من وجهة نظره، انما مستر كارتيرون كان بيبص لها من الناحيه الفنيه البحته، هو عايز لعيبته تبقى على نفس المنوال، شايف ان لعيبته ماشيه كويس فعايز يخليهم يكملوا بنفس المستوى، مش عايز يعمل قطعات. ثم بعد ذلك هو حاسس انه هيحط بريشر او ضغط عنيف على الاهلي طول ما هو كسبان منه قبناط كتيره، فبتبقى رؤيه فنيه. انا لابد ان انا احترم الرؤيه الفنيه بتاعت المدير الفني، ما احنا جايبين مدير فني ليه؟ يعني لو انا اللي هدور الكوره وادور الباسكت طب خلاص انا انزل ادرب ال 18 لاعب. لا، بنحترم اراء المديرين الفنيين، وباكد لحضرتك علاقتنا كويسه جدا وممتازه والناس بس يعني مش مفروض ان انا اقول تفاصيل، انما لا احنا بنتفاهم مع اتحاد الكوره كويس جدا، اللجنه الثلاثيه اللي موجوده هم بيعملوا شغلهم لمصلحه الاتحاد واحنا بنعمل شغلنا لمصلحه نادي الزمالك. اللي بس برضو عشان ما حدش يفتكر ان كلامي ده منمق، اللي هيدوس على طرف نادي الزمالك احنا واقفين وهناخد حقنا، بس بالالتزام وبالكلام المنمق الظريف، انما لن نتنازل عن اي حق من حقوق نادي الزمالك ما دام المدير الفني. هذا الحديث انا بالمناسبه يعني كنت حريص ان انا اشوف الكابتن حسين لبيب او يعني رئيس نادي الزمالك هيقول ايه، لان انا عندي انطباع عنه، انا اعرفه، انا كنت عضو اتحاد كره يد ومسؤول فرق قوميه، وهو كان لاعب وكان من الناس اللي دماغهم واخرين في فريق الزمالك بيعجبني جدا، شخصيته متزنه وموزون. فكنت حريص اشوف المسؤوليه والدوشه اللي موجوده في الراي العام هتخليه يعمل ايه. هذا الرجل خرجت من كل الحديث اللي قاله صادق، فاهم كويس جدا، بيرجع هيبه الزمالك، بينفض فكره المظلوميه التي لا تليق بالكبار، وقالوا ما احنا كفيلين نجيب حقه، لكن الزمالك لا، محدش دايس له على طرف خصوصا في الكوره، وكل ما يحدث بموافقه الاجهزه الفنيه اللي انا لازم احترم وجهه نظرها. قال لك مفيش ماتش لعبناه او اجلناه الا شاورونا واحنا وافقنا، واتكلم في كل الملفات بس اتكلم بالطريقه، بقيت مبسوط ان الزمالك يعني الراجل يعني يقول لهم ايه مثلا، لا في حاجات ما ينفعش نتكلم في تفاصيلها. انا في ملف فرجاني اتكلم بالكياسه ولم يهدر مكانه الزمالك. ناس بتقول ان انا يعني عمال اقول ان انا تواصلت مع الوكيل بتاعه والمحامي بتاعه ومعاه، وهو قال لي بعدين هكلمك وما اتكلمش. انا بقول كده وفي ناس ممكن تقول ازاي تحصل كده، انا بس بقول كده عشان الناس تفهم.
وتبني وجهة نظرها على أحداث واقعية. لأن احنا عارفين كويس قوي حقيقة الموقف هينتهي إلى إيه. مش دوري إن أنا أقعد أقول تفاصيل. ده راجل مسؤول، مسؤول بحجم وقيمة نادي كبير زي نادي الزمالك، وبيقود مش بينجرف، مش بينجرف لرغبات بعض الإعلاميين. هم حرين في شأنهم، عايزين ياخدوا جماهيرية بس مش بالطريقة. هو هياخد، افتكر كلامي، الراجل ده هياخد المصداقية، هياخد القيمة كقيادة محترمة والاحترام، لأنه بياخد الزمالك في المكانة الطبيعية اللي استحقها نادي الزمالك. وبيتكلم، ما هو مش محتاج يقول ان انا ضعيف وان الناس بتظلمني، لا، انا نادي الزمالك. وده يفصل لك بقى، كنت بتقول لي حته المظلوميه، اصل احنا مش مظلومين، بس بنقول مظلومين عشان ناخد حقوق اكتر. هو ما بيعملش الطريقه دي، هو ده مش طريقته، مش نهجه بس. انما الناس لازم تبقى فاهمه. انا يعني طلعت وانا مبسوط ان وجهه نظري في هذا الرجل انه شخصيه مسؤوله، طريق انها تدير مكان بحجم نادي الزمالك.